وبهذا الصدد أقيم في منطقة مكيشيفة جنوب تكريت مجلس العزاء على روح الفقيدة والدة الشيخ شعلان الكريم عضو مجلس النواب الأسبق وأحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين. وشهد المجلس حضور كبير لمسؤولي وشيوخ ووجهاء ومواطني المحافظة إضافة إلى كبار المسؤولين والوجهاء في بغداد والمحافظات الذين قدموا التعازي بهذا المصاب. سائلين الباري جل في علاه أن يرحم الفقيدة وأن يمن على أهلها بالصبر الجميل.